اتفضل يا ابو عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا وحده الاعلام والاخوه زي ما انت شايف بيشتغلوا على الماده الفيلميه. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. ده الاخ ابو عمر يا ابو طلحه، اخ عزيز، وان شاء الله يكون لوجوده معنا اثر كبير. مرحبا بك اخ ابو عمر، ربنا يعزك. ورينا بقى همتك يا ابو عمر، لو احتجت لاي حاجه ابو طلحه موجود، مع اني اظن انك واخد على المعدات دي. ايوه طبعا، وانتوا يعني ما شاء الله عندكم احدث الاجهزه. فضل من الله ونعمه. كمل شغلك يا ابو طلحه. احنا ينقصنا الموهبه، اللمسه الاخيره اللي تخلي الفيديو له اثر كبير. ان شاء الله يعني ربنا يقدرنا يعمل كل اللي محتاجينه واكتر. ان شاء الله. انا مش هعطلك، ده الجهاز بتاعك، هتلاقي عليه الماده الفيلميه كلها. طيب هو ممكن بس بعد اذنك اسال سؤال؟ خير ان شاء الله. انا الجهاز بتاعي اللي معايا عليه شويه برامج ومواد هتنفعنا جدا في الشغل اللي هنعمله، هل ممكن استخدمه ولا هيبقى ممنوع؟ هو مش فكره ممنوع، احنا عندنا اجراءات امن الكتروني مشدده عشان الاختراقات. ايوه طبعا انا فاهم. طيب لو ممكن يعني انقل كل الفيديوهات عليه واشتغل عليه واخلص واوريك، ولو كده بعدها نقله بطريقه فيها امان. بس في الحالة دي هتضطر تسيب الجهاز بتاعك هنا، لأن ممنوع أي حد ياخد المادة الفيلمية مع البيت. طيب مفيش أي مشكلة يعني، الدار أمان، وبعدين أنا هاخده البيت لي، أنا أصلاً جايبه عشان الشغل. خلاص توكل على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت على الله.